وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المقدم طبيب مناف القحطاني، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا. بعد التحية، طبعا اليوم وصلت أولى دفعات المواطنين من إيران ضمن خطة الإجلاء، هل لكم أن تطلعون على تفاصيل خطة الإجلاء وإعداد الدفعات وما هي الإجراءات المتبعة معهم؟ أول مساء الخير عليكم. نعم، اليوم وصلت أول دفعة ضمن خطة الإجلاء من إيران على متن كانت طائرة خاصة مؤجرة من وزارة الصحة. الحمد لله العملية كانت جدا سلسة، وإحنا ما زلنا حين نتابع مع الأخوان في المطار. نعم. عملية فرز المسافرين وكافة الذين وصلوا تم إخضاعهم لإجراءات احترازية بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين، وطبعا بيتم التعامل معهم بنفس الاجراءات مع كافه الدفعات المقبله. احب اكد ان تم اجراء الفحوصات اليوم المخبريه لكافه العائدين فور وصولهم، وبناء على النتائج اللي ان شاء الله تطلع بعد ساعات سوف يتم نقلهم اما الى الحجر الصحي او مراكز العزل او علاج، طبعا هذا كله حسب بوفق المعايير الطبيه المعتمده. نعم، لله الحمد، يعني هناك أعداد كبيرة يتم خروجها من الحجر الصحي في كل يوم، وكذلك هناك أيضا حالات متعافية بشكل يومي. ما هي آخر الإحصائيات حتى هذا اليوم أو حتى هذه الساعة تحديدا؟ نعم، أنا أحب يعني أطمئن المواطنين، ربي لك الحمد، إلى اليوم وصل العدد اللي خرجوا 115 شخص خرجوا من الحجر الصحي. اليوم طلع منهم 47 شخص. بالنسبة حق الحالات المتعافية الحمد لله في تزايد، وصلت اليوم الأعداد إلى 30 حالة. نعم. بعد خروج 8 حالات إضافية اليوم، وتم إخراجهم اليوم بعد، ونتابعهم ونتابع المتابعة والعلاج والرعاية اللازمة حسب الخطط المدروسة. نعم، ربما في هذا السياق نتحدث عن أن صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم طبعا من مرض فيروس كورونا يعتبر أولوية قصوى يسعى الجميع للحفاظ عليها. ما هي أهم التعليمات للوقاية والتي تنصحون بها؟ أنا طبعا أشكرك على هذا السؤال المهم. إحنا الآن في أشد الحاجة إلى الإصرار على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون. نعم. البعض قد يظن أنها عملية يعني غير فعالة، ولكن أحب أؤكد أن غسل اليدين بالماء والصابون هي من أهم الخطوات اللي تمنع انتشار الفيروس الكورونا لا قدر الله بين المجتمع. طبعا تجنب اللمس أي شخص يعاني من الحمى والسعال، هذه كذلك مهمة، تغطية الفم عند السعال أو العطاس، والتخلص طبعا من المناديل اللي كانوا يستخدمونها بالطريقة الصحيحة. وأؤكد أن الحملة الوطنية قامت بمجهود جبار بتوزيع الإرشادات في كافة مناطق البحرين وبتسع لغات عبر كافة الوسائل. نعم، نسأل الله السلامة للجميع. المقدم طبيب مناف القحطاني، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، شكرا جزيلا لك.